عناوين الصحف اللبنانية لليوم الثلاثاء 6 شباط 2024. صحيفة النهار: هوكشتاين لن يمر، غزة تسبق لبنان. الدولار المصرفي بعهدة ميقاتي. بلينكن استهل جولته من السعودية وسط تصعيد إسرائيلي في غزة. صحيفة نداء الوطن: بدعة حاكم المركزي لتثبيت الدولار، تقنين الإنفاق بتقشف كارثي. وزير الخارجية الفرنسي في بيروت اليوم ورسالة تل أبيب أن الوقت ينفذ. مشروع حل أمريكي على 3 مراحل: ضوء أصفر لبناني وتأكيد إسرائيلي. صحيفة الجمهورية: مهمة هوكشتاين إشارات لحل سياسي. جولة بلينكن لإنجاز صفقة الأسرى. لماذا تخاف حماس من الهدنة؟ صحيفة اللواء: كباش أمريكي إيراني وراء تعثر صفقة التبادل. الحراك الدبلوماسي في الوقت الضائع. الوزير الفرنسي اليوم وهوكشتاين خلال أيام. المصارف تطالب بتعديل سعر دولار السحوبات وتصحيح التقديمات بين ميقاتي والموظفين. صحيفة الأخبار: أمريكا لإسرائيل، هكذا نخرج من المأزق. السنة لابن سلمان: اسحب فرمان عزل الحريري. أمير غزة الصغير شاهدا على المذبحة الفظيعة. صحيفة الديار: ضغط دبلوماسي وعض أصابع لتحسين شروط الهدنة، فهل تبصر النور؟ إسرائيل تروج لأجواء إيجابية مع لبنان والمقاومة تتمسك أكثر بشروطها. إقرار إسرائيلي بقوة تأثير نصر الله، حزب الله استخدم 5% من قدراته. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.